السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معاكم محمد يحيى. النهاردة هنتكلم على تاسك جديدة وهي Product Detail Page Validation. في التاسك ده عبارة عن اديني سكرين شوت من امازون ويسألني على 5 اسئلة. المفروض ان انا افتح السكرين شوت واجاوب على الاسئلة. خلاص نشوف الاسئلة مثلا بتبقى عبارة عن ايه. اول سؤال هنا بيسألك هي البيج اساسا فتحت ولا لا. يعني هو مثلا بيقول لك فاندر ستريت فوربيدن اكسس دينايد، ان هي اصلا مش هتفتح البيج، اللي هو يظهر لك ايرور. فانت مثلا لو ظهر لك الايرور ده هتعمل ايه؟ لو ما ظهرش هتعمل نو، ده معناه ان هي فتحت. تاني سؤال بيقول لك ان في مسج ظهرت على البيج مخبيه الديتيلز اللي وراها. فانت مثلا لو في مسج زي دي مثلا بوب مسج هتعمل ايه؟ لو ما فيش هتعمل نو. تالت سؤال، انت المفروض دلوقتي انت هتشوف البيج اللي فتحت دي فيها ديتيل لبرودكت معين مثلا، ولا بيج سيرش او حاجة زي كده. فمثلا لو مثلا هي فاتحة الديتيل بتاعة البرودكت هتعمل يس، لو مش فاتحة هتعمل نو. هكذا بيسألك البرودكت ده لسه موجود ولا اوت اوف ستوك، دي بتلاقيها موجودة. فلو وقتها نختار. وبعد كده بيسألك هي البيج دي بتبيع برودكت واحد ولا اكتر من حاجة. فتعالى مثلا هنشوف كده ايه النظام. هنا مثلا فتحنا البيج، اولا ما ظهر لناش اي ايرور من دول، فاول سؤال هنختار عليه نو. تاني حاجه هو بيقول لك في بوب اب مسج ولا لا. هنا مفيش اي حاجه، احنا مش عارفين نشوف البيج كويس، فهنعمل نو برضو. بيقول لك ان هنا does this link lead to a product detail page. اه، فتح الديتيلز بتاعه البرودكت اهو، تمام. فهنعمل yes. is the page out of stock؟ لا، هو الايتم موجود اهو. لو كانت out of stock كان هيكتب هنا، فلا هو مش اوت ستوك. هعمل له is this page selling a single product. هنبص على اه بتبيع اللي هو الايتم ده بس. فهنروح نعمل هنا yes. نشوف اللي بعده. تمام، هنا شوف دي مختلفة عن التانية. هنا ما فتحش بيج الايتم واحد، هنا فتح في سيرش. تمام، احنا تعالى اول حاجة احنا قلنا ان البيج فتحت مفيش ايرور، فهنقول نو مفيش بوب اب مسج. تمام، بس هي لا، هي does not lead to a product detail page. فعامل هنا no. نخش نجرب اللي بعده. اه، هنا دي بقى المختلفة برضو، البوب message. تمام، اللي هو تاني سؤال. فهنا احنا هنعمل اول حاجة وقلنا ما ظهرش error بس ظهر لنا المسج، فهنعمل هنا yes. نجرب اللي بعدها. هنا برضو ظهرت، تمام، بس مفيش error، فهنعمل هنا no على اول واحدة، وتاني واحدة هنقول ان المسج ظهر، في مسج ظهر. نجرب اللي بعدها. تمام، احنا هنا ده برضو مختلفة شوية عنهم. هو هنا ده برضو سيرش، تمام، بس ما ظهر غير ايتم واحد بس. انت هنا انت ما انتش شايف اي ديتيلز عنه، فاحنا لسه ما زلنا بره. يعني هو المفروض لسه هيتك على الايتم ويخش نشوف الديتيلز. فاحنا مش ناشي الديتيلز، فاحنا هنقول على اول سؤال نو. انا الصفحة فتحت عادي، تمام، مفيش مسج بس ما فتحتش الديتيلز بتاعة الايتم. تمام، ونعمل هنا سبلت. ماشي، نجرب واحدة كمان كده بسرعة. نجرب كمان واحدة.
مختلفة، فأكيد أكتر من برودكت. كان في حاجة ما قابلناش في التاسكس اللي فاتت، ان احنا سؤال ان هو does this page sell a single product، ان احنا كنا نختار no. فهنشوف شكلها. كان في صورة موجودة في الانترودكشن، تعالوا نبص عليها. هو هنا مثلا دي page بتاعت product، بس لو بصينا هنا هنلاقي ان هو هنا في حاجتين منفصلين بيتباعوا في نفس البيج. يعني مثلا شوف انت مثلا هنا ممكن تختار سايز لحاجة، وهنا في سايز لحاجة تانية خالص، تمام؟ فده كده لو فالسؤال لو قال لك مثلا does this page sell a single product، فانها تبقى no. تمام. hope you liked the video. if you want us to continue and see more videos, hit subscribe, like, and see you in the next video. bye.